أخي سعيد الحشر، مساك الله بالخير. أتمنى دائما أن يجعل رب العالمين التوفيق والنجاح في طريقك، الله يوفقك ويسعدك وإلى الأمام بإذن الله تعالى. سناب أخص بي موضوع أخونا سعيد الحشر. سعيد يعني رجل طيب، أنا التقيت معاه عدة لقاءات، بأمانة ما لمس منه إلا كل خير وكل طيبة. رجل ما شاء الله قلبه أبيض، وإن كانت أطروحاته بعض الأحيان قوية. بالذات سعيد الحشر إنسان، إذا تسألوا عن جوهر سعيد الحشر صدقوني والله ثم والله هذا الإنسان ذهب 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 ذهب. سعيد الحشر يعطيك العافية، ما شفنا منك غير الطيب والاحترام والتعليقات الجميلة ووقفاتك الجميلة، الناس كلها تشهد فيك، إنسان عفيف وطيب. تكلم عن شخصية جميلة في السوشيال ميديا، أخوي سعيد الحشر قلبه نظيف، أنا جلست معه والله ما شفت منه لك الخير. إن يعلم الله سعيد الحشر أخ وزميل، وأنا أكثر واحد اللي ماشيت سعيد الحشر اللي على قلبه في لسانه. الحبيب سعيد الحشر الله يحفظك ويوفقك، بأمانة من الناس اللي أتابعهم يوميا، رجل محترم. حبيبي يا سعيد الحشر، الشخصية المبدعة الأمانة العفو، من المعجبين بشخصيتك، واستمر وإحنا معك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.